مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. مقال فوق الرائع ما بين الأسلمة والتنصير والمسيحية، بيقول إنها حزب غلط. الأخت ماجدة سيدهم ما بين الأسلمة والتنصير أي المسيحية حزب غلط. مش مهم مين اللي راح ولا مين اللي جه، المهم الطريقة اللي بيتم بيها إعلان الخبر في تغيير المعتقد. شوية أسئلة: ليه السماحة السلفية مركزة بس مع بعض المسيحيات وتستغل ظروف اجتماعية معينة أو مشاعر عاطفية واردة جدا، وبتحاول إنهم يسيطروا على عقولهم ويورطوهم في علاقات جنسية باسم الحب، وتهددهم بكشف سرهم وتجردهم من أي دعم أو سند، وتحطم قدام البديل الوحيد وهو الأسلمة الجبرية. ده اسمه زي ما بيقولوا بلطجة أو فجر. بلطجة مش اقتناع. وسيبكم من القصة الخايبة بتاعت أصل البنت محتارة بموضوع التثليث وفجأة اهتدت. هو يعني التثليث محير البنات والولاد؟ لا، لا محيرهم ولا أي حاجة. عموما كل ده مهلبية في الزبادي. الأخت هي اللي بتقول كده، بتقول ليه التنصير على النقيض تماما؟ كلهم ناضجين ومستحيل يكون وراهم جماعة بتزن عليهم. حتى لو أي إنسان في العالم مهما قرأ وحفظ كلام الإنجيل وسمع كل العظات وزهار الأديرة وتصور في كل الكنائس وولع دست الشمع قدام أيقونة العذراء مريم، عمره ما هيبقى مسيحي أبدا، مستحيل لو اتشقلبت الدنيا. ليه؟ ده اختبار شخصي جدا مع شخص المسيح نفسه. مش مصدق؟ اسأل كده أي مختبر تمام كده. وبعدين هل تقدر تقعد مع أي مسيحي أو متنصر أو عابر وتقنعه ترجعه للهدى تاني زي ما أنت بتقول، ولا رد فعلك هيكون ايه بالظبط؟ ليه اغلب الجماعة اللي اتنصروا بيطلعوا سرا بره المحروسة؟ وليه الموجودين بالمحروسة صعب جدا يعلنوا انهم غيروا معتقداتهم للمسيحية؟ يعني اللي بيسلم واللي بينتصر مرعوب منكم. ليه؟ ليه كتير من الاقباط لما سمعوا بخبر ان رمز مصري اعلن فجأة تنصيره جروه ورفعوا رايات التشفي والنصر بالصيد السمين؟ وما سمعناش عن جلسات النصح ولا الارشاد، بالعكس ما عادت تهمهم حفله الحزن والدموع عشان دكتوره سالي. كانت الفرحه والتكتير ولم تشك في خبر التنصير، عملوا مناحه بالحسره واليتم ومين اللي هيدافع عن قضاياهم، وكانهم عجزه فعليا. وبعدين هو فارق معاك ايه ولو زعلان ان فلان اللي حافظ كلام الانجيل وخاب املك بتكذيب تنصيره وعايش على اهل ان غيره يتنصر؟ فروح واهتم الاول بخلاص نفسك وخلاص بيتك، ومالكش دعوة باللي اتنصر من عدمه. خلي بالك من اللي بيهرب وبيسلم من جوه بيتك. فاكرين شعار عايشين حرية عدالة اجتماعية؟ للأسف لا، احنا بتوع حرية ولا عاوزين العدالة الاجتماعية، لأننا بنموت في الاستعلاء على بعض وعلى كافة المستويات، ومش فارق معانا العيش خالص. المهم نقعد كويسين ونبقى كويسين ونخاف على بعضينا. طبعا ده حال البلد المغيبة عن الفهم واللي شعبها وهبي سرسجي، واللي المفروض تكون حرية المعتقد. أبدا، الشعب المصري شعب هو عظيم، ومحدش يقدر يقول أبدا على هذا الشعب بهذا الكلام. المعتقد هو متاح للجميع وفي العلن ومن غير خوف. وأنا من رأيي كراجل إعلامي إني مش مجرد بعض الأشخاص بيحاولوا إنهم يهينوا مصر أو يجرحوها أو يحسسوا إن مصر ما هياش بلد أمان إطلاقا. السيد الرئيس دايما بيزرع المواطنة
وبيزرع الحب وبيروح يهنئنا في عيد الميلاد المجيد، وإن ما كانش بيهني في عيد القيامة لأن الإسلام لا يعترف أيضا بصلب المسيح، ودي معتقداتهم ولا نقدر نقول أي حاجة على هذا الكلام. لكن للأسف باب الحرية اتسد بالخرسانة السلفية واتقفل بكرباج الردة، وبقينا عايشين في خرابة دينية فشلت تماما في إسعادنا، ولسه بنتفاجئ كل يوم. لمن يهم الأمر؟ كفاية بجد تسيبوا الناس في مرمى التعصب والتخلف والجهل والقهر، دي لعبة مش سهلة ولا شريفة، ولا تبني بلد ولا تحترم أدمية ولا تعدي كده. سايبين نار التعصب في إيد شوية عيال بس كده. عايز أقول لك يا أخت ماجدة سيدهم، إن كنت من الواضح من كلامك إن أنت أكيد 90% خارج مصر وما تعرفيش أي حاجة عن المصريين. صوابع الإنسان كلها مش زي بعضيها، إحنا لينا إخواتنا المسلمين في حب وفي أخاء وفي محبة وفي مساعدة وفي كل حاجة حلوة بيننا وبين بعضينا. لا يمكن يجي حد غريب ويحاول يهين الشعب المصري وتقول عليهم إنهم شوية سرسجية. إطلاقا الشعب ده اللي جاب مجدي يعقوب الدكتور العالمي وأحمد زويل ومصطفى محمود وناس كتير قوي وطه حسين، ويعني كان في عباقرة من مسلمين ومسيحيين، وطول عمرنا هنعيش شعب واحد ووطن واحد، لأن الكل من الأول والآخر إحنا، عايز أقول إحنا لينا أب واحد أبونا آدم وأم واحدة أمنا حواء. أيا كانت تعليقاتكم سواء كانت إيجابية أو سلبية، بلاش نتكلم في موضوع التسليس، لأنك أنت عمرك ما هتقتنع تماما أبدا أبدا كشخص مسلم إن المسيح هو الله أبدا، ولا تقتنع إن الآب هو الله، ولا تقتنع إن الروح القدس هو الله. لو رحنا شمال ويمين، وأنا عبارة وصفتها تاني وبقولها تاني، عبارة عن الشمس، قرص الشمس ما بقدرش أشوفه بعناية، بيتمثل بالآب، وزي ما قلنا والشعاع بنشوفه بعنينا، والدفء بتاع الشمس بعبارة عن الروح القدس. ده تشبيه بسيط، ولكن أنت لا تقتنع وهتقول أصلي الدقيق والكيكة وهتقعد تكون تستخف بالعقول. فأنت مفيش داعي ان احنا نجرح في بعضينا ولا نتكلم. ولكن انت ان كنت ترى ان الدكتورة سالي نسيم اسلمت، فمبروك عليك سالي نسيم، لا هي هتزود الاسلام ولا تنقص المسيحية. وسالي نسيم ان كانت اسلمت اهلها اعتبروها انها ماتت وصلوا على جثمانها، وانها بالنسبة لهم اصبحت عار، وده شيء طبيعي حتى لو حصل في الإسلام. واحدة خرجت من الإسلام وأصبحت مسيحية، إيه أهلها بيعتبروها إنها عار عليهم. ولكن كل اللي أنا عايز أقوله نشكر ربنا، الحمد لله المحبة ما زالت ما بيننا كمسيحيين ومسلمين، وكل الشكر على ليكم كمشتركين. نشكر ربنا في 3 أيام وصلنا، يعني كسبنا 1000 مشترك مع قناة الملكة والأمير، وأرجو الاشتراك في القناة ومنتظر تعليقاتكم الجميلة. كل الشكر وكل الحب ليكم وسلام الرب. اعذروني لن أظهر في الفيديوهات بصورتي وهيئتي حتى لا أحد يكون معسر. شكرا لكم أحبائي وأعزائي.